هل فعلا اللي احنا حلمنا بيه حصل الله اكبر منه ولا لا؟ يمكن انا كانت احلامي قاصره شويتين، بس هرجع الاول بعد الترحيب مره كمان. اهلا بحضرتك. الله. انه عايز اخد معانا على التليفون كاتبنا الصحفي الكبير وصديقي العزيز الاستاذ اكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع. اهلا 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 يا استاذ اكرم. مساء الخير. اهلا وسهلا. مساء الفل. استاذ اكرم احنا عايزينك تبقى تنورنا كده، مش بس في صباح الخير، ابقى نور مساء الفل كده في التاسعه. طبعا ده لازم، ده يعني يا سلام، ده انا اتنور. لا ده احنا نتشرف يا استاذ اكرم. استاذ اكرم، 8 سنين على تولي الرئيس، كيف يراهم الاستاذ اكرم القصاص؟ يوسف صديقك الصغير قال باعتباري راجل انا النهارده عندي 47 سنه، اللي انا حلمت بيه زمان من سنه 75 لسنه 2014 اقل بكتير من اللي حصل في 8 سنين في حتى هذه اللحظه. يعني الحقيقه كتير اللي حصل والله، لانه يعني قبل هذه المرحله في فتره مصر دخلت في توهان بشكل كلنا كنا حاسين انه في تهديد لقيمه مصر ومستقبلها وحاضرها بشكل كبير. ومع 30 يونيو الحقيقه يعني احنا بنتكلم على 8 سنين ما بينفصلوش على السنوات اللي قبلها وحاله الضياع اللي كان فيها. وكمان الحقيقه كلها كانت سنوات، السنين اللي فاتت قبل تولي الرئيس يعني كانت سنوات كبيسه. يعني الثمان سنين دول مصر قبليها بدت امام تحديات داخليه واقليميه ودوليه، كان على الدولة أنها تعبر الكثير من الفخاخ والألغام، كان في إرهاب، كان في اقتصاد منهار، كان في احتياطي متآكل، استثمار هارب، بنية أساسية شبه منهارة، عشوائيات، فيروس سي. يعني بنتكلم على تحديات، أزمة وقود، بنية أساسية، مجتمع بينزل للمستقبل بخوف وتردد، دولة إقليميا كانت معزولة ومرتبكة وفي اطماع في المنطقه، وكان في يعني الارهاب ده فكك دول حوالينا. السؤال كان دايما من امتى ممكن، يعني من اي مكان ممكن نبدا اذا حاولت مصر ترميم واصلاح الاقتصاد مش هتبقى قادره على مواجهه الامراض او حل ازمه الطرق، واذا ضربت يعني الصناعه والزراعه مش هتقدر يعني هتنشغل بالداخل، فمش هتقدر تبني جهد قوتها السياسيه والعسكريه والخارجيه وتاثيرها الاقليمي مع غياب القدرة الاقتصادية. المعادلة كانت صعبة ومعقدة، يصعب فيها إرضاء الداخل والخارج. الحقيقة من هذه النقطة الحقيقة انطلق الرئيس، والحقيقة أنه حل المعادلة الصعبة، وكان يعني ما قدمش وعود مثلا بالرخاء أو الراحة، أو قدم تشخيص للوضع داخليا وخارجيا. وقتها كان بادي هذا التشخيص صعب وتنفيذه صعب، ودايما ارفق حديثه انه بيتحمل المسؤوليه وبيثق في قدره الشعب على التحمل. يعني درس الملفات، تعامل مع الملفات بشكل واقعي، ما التفتش لتحذيرات من تراجع شعبيته او ضعف الامكانيات، قال قدامنا الشغل بس والعمل، ما التفتش لتحذيرات او مخاوف او شائعات وحملات دعايه مضاده كان هدفها يعني زرع الشك. وكان كتير من المراقبين والمتابعين بيقولوا انه ده مجرد احلام يقظه، ازاي ممكن تيجي تمويلات واموال؟ ازاي ممكن يصلح الداخل والخارج؟ الرئيس راهن على الشعب وفي اكبر عمليه اصلاح مؤلمه، يعني تعويم الجنيه وانهاء ازدواج سعر العمله، تعديل سعر الوقود، اعاده هيكله الدعم، وعلاج سريع للاعراض الجانبيه من خلال معاشات تكافل وكرامه، نقل سكان العشوائيات لمجتمعات حضريه فيها ملاعب ومستشفيات ومدارس، مدن اسكان اجتماعي، مشروعات اعاده بنيه الطرق عشان الصناعه، ازاي اشتغل صناعه وانا ما عنديش شبكه طرق، الكهرباء اللي كانت بتتقطع بالساعات اصبح عندنا فائض، واجه الارهاب والفقر والعشوائيات وانقطاع الخدمات والعزله الدوليه، كل ده كان في وقت واحد الحقيقه. يعني يكفي ان احنا ننظر على مبادره القضاء على فيروس سي، ما الدواء ظهر تم التفاوض للحصول على الدواء بسعر اقل كثيرا من سعره. احنا كنا بنتكلم على 10% عندهم فيروس كبدي، ما فيش بيت في مصر ما كانش فيه حد ده، وده في حد ذاته احنا بنتكلم على انجاز. المبادره دي بشهاده منظمه الصحه العالميه نجحت اكثر من دول كثيره يعني وعدها متقدم وغيره، وتم تطوير ده ل 100 مليون صحه. يعني ما كانش فيه قدرات عظيمه لاننا نعمل صحه، لكن
سياسه المبادرات نجحت في انها تعالج الفيروس سي، تعمل 100 مليون صحه، تحليل وكشف ل 70 مليون تقريبا، علاج بالمجاني للفيروس سي كان بيتباع بره ب 10,000 دولار، احنا بنقدم ده مجاني. يعني كان في مبادره موازنه للعشوائيات، يعني دول مبادرتين في حد ذاتهم بيساوي فكانت حلول جذريه طول الوقت لا تترك ذيولا، يعني وده في حد ذاته كان الاكثر اهميه، ان يكون الحل جذري وما يبقاش فيه وراه ديون. انا عايز اشكرك جدا استاذ اكرم كاتبنا الصحفي الكبير، استاذ اكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع.